في سنوات قليلة تقدما أكاديميا بارزا، فهي تستقطب اليوم 6000 طالب في صروحها الثلاثة: الأشرفية بيروت، زحلي البقاع، وفي الجنوب صيدا. تتضمن AUST 4 كليات: كلية الآداب والعلوم، كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، كلية الهندسة، وكلية العلوم الصحية. كما تنفرد AUST باختصاصات جديدة كانت السباقة إلى إطلاقها في لبنان والمنطقة، منها العلوم الجنائية Forensic Science مع كلية العدل في جامعة لوزان، علوم البصريات وقياس النظر Optics and Optometry، قسم الأشعة Radiologic Sciences، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Information and Communications Technology، بالإضافة إلى قسم الأبحاث العلمية مع جامعة بيركلي كاليفورنيا وجامعة كليفلاند كلينيك. وتتميز AUST بأهمية مختبراتها الحديثة والمتطورة في علم السموم توكسيكولوجي والحمض النووي DNA، وهي معتمدة رسمياً من الدولة. ومن الأنشطة المرافقة للاختصاصات الجديدة، نظم قسم تصميم الأزياء عبر اتفاقية التعاون والتبادل التي عقدتها AUST مع جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو الإيطالية عرض الأزياء السنوي الأول فام دوريان. قدمت خلاله عارضات محترفات أزياء طلاب القسم الذين استلهموا أعمالهم من الزي اللبناني التقليدي والعباءة اللبنانية في أحياء للتراث. ترافق AUST طلابها حتى نهاية مسيرتهم الأكاديمية باحتفال تخرج سنوي ضم لهذا العام 800 طالب وطالبة، جرى في مجمع بيال وسط بيروت في احتفال كبير استهلته طالبات السنة الأولى ليدخل بعدهن وفود رئاسة الجامعة والعمداء والهيئة التعليمية. حضر الاحتفال ممثل الرئيسين بري وسلام، النائب عاطف مجدلاني، وحشد كبير من الوجوه السياسية والعسكرية والدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية. أعلن انطلاق الاحتفال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور نبيل حيدر. On behalf of the Board of Trustees of the American University of Science and Technology, the President, the administration and the faculty, I declare the 13th commencement exercises in session. وألقت رئيسة الجامعة السيدة هيام صقر كلمة شددت فيها على دور المؤسسات الجامعية في النهوض بالوطن، وقالت: منذ أزل الأزل ولبنان ينادي، أريد شبابا بقامة جبالي. ثم أعلنت السيدة صقر عن اختصاصات جديدة تمت الموافقة عليها من وزارة التعليم العالي: هندسة الميكاترونيكس، ميكاترونيكس انجينيرينج، الهندسة الطبية، بايوميديكال انجينيرينج، الصيدلة، فارماسي، التمريض، نيرسينج، وشهادات الماسترز في علوم التصميم ديزاين وعلوم الاتصالات كوميونيكيشن. كان خطيب التخرج لهذا العام رئيس جامعة فيلانوفا الأمريكية الأب الدكتور بيتر دونوهيو. I want to thank you for inviting me to be a special part of this afternoon's celebration and giving me a reason to visit your incredible country once again. وألقى نائب رئيس الجامعة الأستاذ رياض صقر كلمة قدم فيها ضيفة الاحتفال المكرمة السيدة منى الهراوي، مثنيا على إنجازاتها وعطاءاتها في المضمار الإنساني من خلال مؤسستها مركز الرعاية الدائمة. وقلدت السيدة هراوي شارات الدكتوراه الفخرية في الإنسانيات. وفي الختام تم توزيع شهادات على المتخرجين الذين رموا قبعاتهم على أنغام نشيد الجامعة. Now you must turn your tassels from right to left. Ring the bells and sing the